بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل السابع لمقرر النظم بالمعالج الدقيق. في الجزء ده يا جماعة إن شاء الله نتكلم عن موضوع اسمه Criteria in Choosing Microcontroller، أو العوامل التي تؤثر في اختيار المتحكمات. طيب نشوف مع بعض. بيقول لك إحنا عندنا ثلاث عوامل أساسية تساعدنا إن إحنا نقدر نختار المتحكم اللي إحنا عايزين نتعامل معاه. زي إيه؟ أول حاجة، واحد، meeting the computing needs of the task efficiently and cost effectively، يعني بيقوم بالعمليات المطلوبة منه سواء الحسابية أو العمليات الإيه والتاسكات المهمة اللي بيقوم بيها بكفاءة وبإيه وبتكلفة قليلة، مش كده؟ طيب إذا في الحالة ديت إحنا دايما عيننا على مين؟ على السبيد، على السرعة، مش كده؟ ومقدار الإيه الروم والرام ونمبر أوف إنبوت أوتبوت بورتس والتايمرز وايه والسايز والباكجينج والباور كونسامشن، كل دول بناخده في الاعتبار امتى يا جماعه واحنا بنعمل ايه بنختار المايكرو كنترولر. اذا عمل حسابات بصوره عاليه وبكفاءه عاليه وبتكلفه اقل، اكيد اكيد نقدر نختاره في الشغل عندنا. طب وايه كمان؟ ايزي تو ابجريد، سهل انك انت تحدثه، وكمان كوست بير يونت وتكلفته بالنسبة للوحدة الواحدة. طيب ده رقم واحد في ايه؟ في الحكم على المايكرو كنترولر. في حاجة تانية بيقول لك رقم اتنين، availability of software development tools، يعني الأدوات اللي تستخدم في عملية ايه تطوير السوفت وير الخاصة به هو تكون متاحة موجودة available ايه لك. زي مين؟ زي الأسمبلرز والديباجرز والسي كومبايلرز، ايميليتور، سيميليتور، تكنيكال سبورت، كل دوت لو هي متاح يبقى طبعا يبقى افضل ان احنا نختار هذا الايه المتحكم. طيب في عامل كمان بيقول لك رقم ثلاثة اللي هو ايه، وايد افيلابيليتي اند ريلابل ريسورسز سورسز اوف مايكرو كنترولر، يعني ايه؟ يعني متاح افيلابل وكمان ايه وريلابل سورسز، يعني مصادر مرنه لهذا المتحكم، يعني ايه؟ يعني ممكن ايه المصادر اللي هو بيستخدمها تكون مرنه. مرنه بمعنى ايه؟ ممكن ايه يتعامل مع اي مصدر من المصادر، ويكون وايد افيلابل. وايد افيلابل يعني متاح بصوره عاليه، يعني يكون موجود لنا كلنا، ممكن تكون يكون افيلابل لنا كلنا، يعني ممكن مثلا نستخدم مايكرو كنترول يكون متاح في اي ايه في اي مكان نقدر نشتريه بسهوله، ويكون مصادره اللي هو بيتعامل معاها تكون برضو مرنه موجوده، يعني ينفع واحد او اتنين او يكون له بدائل متعدده في المصادر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.